برجك شي قلت؟ صباح الخير يا وجوه الخير. نبدأ مع برج الحمل وننصحه باش يحل عينيه ويرد باله من كل شيء يصير. الثور القرارات العشوائية مش في مصلحتك، خاصة في الفترة هذه. برج الجوزاء الضغوط اللي تعاني منها باش تسبب لك إرهاق كبير. السرطان ما تخليش شكون يتدخل في أمورك الخاصة كان العبيد القراب منك. بالنسبة لبرج الأسد حاول ما تكونش سلبي فيما يخص حياتك العاطفية. العذراء الاضطرابات والحساسيات اللي بينك وبين الطرف الثاني سببها الانفعالات الزايدة. برج الميزان ننصحك باش تكون دبلوماسي باش ما تخسر حد. العقرب اليوم نهار المفاجئات والأخبار السارة. نتعديو لبرج القوس اللي باش يجيه لقاء مفاجئ باش يبدل له برشا حاجات. الجدي لازمك الهدوء والراحة في الأيامات الجاية. برج الدلو حافظ على معنوياتك عالية وما تتأثرش بأقل حاجة. نكملوا مع برج الحوت اللي باش يجلب أنظار الناس الكل ليه اليوم. برجك اش يقولك اليوم؟ وفي أمل الشريف تقولكم إن شاء الله نهاركم أحلى ليالي. برجك شي يقولك؟